يعني أشعر بالغيرة الشديدة من الحضارة الأمريكية العظيمة ومن التطور الهائل الذي وصل إليه المجتمع الأمريكي. يستطيع أن يجلب رئيسا أمريكيا سابقا وهو على وشك أن يعود رئيسا مرة أخرى. يعني ترامب ليس ماضيا سحيقا. أي حضارة هذه يا أستاذ أحمد التي ذبحتنا من الوريد إلى الوريد وسبحت للمستبدين في منطقتنا أن يذبحونا من الوريد إلى الوريد؟ أي حضارة؟ الديمقراطية تطبق مبدأ أشداء على الكفار رحماء بينهم. الديمقراطية هي أن تكون رحيما وعادلا ومنصفا مع شعبك وظالما مع الآخرين. بالضبط هي تطبيق لمبدأ أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن قياس مع الفارق هذا يا أستاذ أحمد جداً. يعني ما علاقة الآية الكريمة بهذا الأمر؟ هذا اللي عم يعملوه الأمريكان، أشداء على الكفار، نحن كفارهم أشداء علينا. بس الإسلام الإسلام والمؤمن يعني حتى رحيم مع غير المسلمين من غير المحاربين، هذا خلط غريب من حضرتك. الحضارة الغربية الديمقراطية هي أن تكون عادلا مع شعبك، منصفا مع شعبك، رحيما بشعبك وقاسيا مع الشعوب الأخرى. ونحن سوف نتطور تطورا هائلا إذا وصلنا إلى هذه الدرجة. إذا وصلنا إلى درجة أحمد الإسلام رحيم بغير المسلمين يا أستاذ أحمد. طيب ربما هذا يحتاج إلى حلقة كاملة معك حقيقة. أثرت موضوعا. لا ما بيصير ينقص الكلام، ما بيصير ينقص الكلام. نحن نتطور تطورا هائلا إذا وصلنا إلى ما وصلت إليه أمريكا، بحيث يكون الحاكم عندنا رحيما مع شعبه، خاضعا للقانون وخاضعا للقضاء، ومفي على رأسه ريشة، وظلام للآخرين. هذه نقطة تطور لم نصلها. نحن وضعنا الآن أنه حكامنا رحماء على الآخرين، على الكفار، وأشداء علينا. نحن في أسوأ حال، والأمريكيون والغربيون في منتصف الحضارة، متحضرون مع شعوبهم ومتخلفون مع الآخرين. نحن بالعكس تماما، بالعكس تماما، نحن متخلفون في علاقتنا مع شعوبنا مع بعضنا، ومتخلفون في علاقاتنا مع الآخرين. فنحن وين وهم وين؟ نحن متقدمون عنهم بحضارتنا الإسلامية بالتأكيد يا أستاذ أحمد. سنكمل هذا الحديث في حلقة أخرى. حضارتنا بالكلام، الحضارة الإسلامية يعني لن تظلم غير المسلمين. المسألة مختلفة ولها تفسير آخر. طيب شكرا لك أستاذ أحمد كامل. للأسف انتهى الوقت وأريد أن أذهب إلى نيويورك مضطر. هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة. أنا عم بحكي عن واقعنا، ما عم بحكي عن الإسلام، عم بحكي عن واقعنا. طيب شكرا لك أستاذ أحمد كامل.